السلام على أبنائي الحكام العملاء بشار مالكي أنا بشار أنا مالك أنا بلاية الفقيه لكل العملاء أولا مالكي آلة ضيعة بيدي وكلبي ثانيا بشار نموذج فريد في العمالة وإذلال ومثل الأطفال ولكن ارتفاعه غير مناسب نحن يعني أنا وأنا أيضا وأنا أيضا إننا جميعا نوابغ القرن الأخير لسنا نسخة عن الدول الأخرى نحن نسخة عن إيران نحن نحب الدماء بكل الأحوال الدماء التي نزفت ليس مهم إجماع شعبي ليس مهم الحرية في سوريا ليس مهم كي ندمر وطننا إنه حيوان الآن دور مالكي نعم إحنا ما عندنا مشكلة هاي الدول الديمقراطية كل شيء موجود وفر فلوس اشتري قذائف متفجرة بعد اسكتوا هذه الأصوات اسكتوا هذه المظاهرات عن طريق الميليشيات عن طريق العصابات أحسنتم لكن هذا ليس كافي ليس كافي ليس كافي أيضا أكو عندنا مقابر جماعية أكو عندنا طائفية أكو عندنا خروقات الأمنية كل هاي الخدمات تصاعدية ما شاء الله ما شاء الله نحن ثلاثة عناصر استثنائية أصحاب الفساد بشكل يعني كبير